أعلنت وزارة الصحة شفاء 404 مصابين من كورونا في المملكة وعن 728 إصابة جديدة وثماني وفيات. يأتي ذلك فيما سجلت منطقة الرياض 338 إصابة، تليها المنطقة الشرقية ب 114 إصابة، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 108 إصابات، فيما ارتفعت الحالات الحرجة المصابة بكورونا إلى 735 حالة. We'll be right back.